مساء الخير، يا رب كلكم تكونوا بخير يا رب. انا اول مرة اطلع معاكم في فيديو، يعني دايما بطلع في فيديو اقول ترانيم، بس النهاردة حبيت اتكلم معاكم تجربة شخصية حصلت معايا، وشايفة ان الموضوع اللي هتكلم فيه النهاردة دوت بقى منتشر جامد جدا، وللأسف في اطفال كتيرة بتروح بسببه، والموضوع فعلا موضوع صعب ومش سهل جدا. فانا بما اني مريت بالتجربة زي ديت فحبيت اتكلم معاكو فيها، يمكن ربنا يكون مخليني اتكلم في الموضوع دوت، يمكن اقدر انقذ اي حد من الاطفال واقول تجربتي اللي حصلت معايا انا شخصيا، يعني مش حصلت مع حد وحد حكاها لي، لا دي حصلت معايا انا شخصيا، انا اللي مريت بالتجربة ديت. باختصار مش عايزة اطول عليكم، برضو انا من 4 سنين جالي دور برد عادي، طبعا برد عادي كان قبل كورونا، يعني كان جايلي دور انفلونزا عادية، والمهم كان منتشر ساعتها برضو ان ايه اي حد يجيله دور برد يروح للصيدلي وهو يديله 3 حقن كده مضاد حيوي وتركيبة كده ويخف يعني. فانا طبعا ايه حبيت السهل يعني، فقلت ايه انا الحق نفسي واروح اخد الحقن دي. اتصلت بصيدلي معرفة فقلت له انا عندي دور برد، قال لي اه تمام هبعت لك ال3 حقن دول. بعت لي ال3 حقن بس كانوا محلولين يعني في سرنجة، مش انا اللي حليتهم يعني. فهو بعت لي التركيبة ديت، انا خدتها. صدقوني في الكلام اللي هقوله ده انا بدون مبالغة، بعد ما خدتها ب3 دقايق بالظبط، 3 دقايق، اقل من 3 دقايق كمان، وحسيت ان انا نفسي ابتدى يتكتم. الاول ابتدى بقي يعني شفايفي تورم جامد، زوري يورم من جوه يورم، ابتدى احس باعراض غريبة بتحصل لي، ابتدى نفسي بيتكتم. المهم انا حسيت بحاجة غريبة بتحصل لي، طبعا ما استنيتش طلعت اجري، انا بيني وبين مستشفى خاصة 5 دقايق بالظبط. فلما جريت على المستشفى الموضوع ما كملش 7 دقايق قبل ما وصلت المستشفى بكل حاجة، يعني من ساعة ما خدت الحقنة لغاية ما روحت المستشفى ما كملت 7 دقايق. اهلي ساعتها جم ورايا وجوزي، اخر كلمة قلتها لمامتي واغمى عليا انا بموت. فعلا فعلا انا روحي طلعت، يعني بامانة بدون مبالغة فعلا انا روحي طلعت ورجعت تاني، يعني احساس مؤلم 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 فوق ما حد يتخيله. تجربة صعبة جدا، والله يكون في عون الطفل اللي يحس بكده. المهم ساعتها اغمى عليا الدكتور، ساعتها لما انا فقت قالوا لي اللي هم اللي الدكتور بتاع الطوارئ اداني اكتر من 10 حقن وريد وعضل، وبقى يديني حقن كتير جدا لغاية ما لقيت نفسي، اللي انا نفسي بيرجع لي تاني، واللي انا ابتديت افوق. مجرد ما فقت لقيت جسمي كله وارم جدا جدا، عينيا دي مش شايفه منها من كتر الورم، يعني معالي معايا مش باينه من كتر الورم، وشي وارم، جسمي كله وارم، جسمي كله بقع حمراء. فاستغربت جدا، قال لي اشكري ربنا، الدكتور اشكري ربنا، ربنا كتب لك عمر جديد، انت لو قعدتي 10 دقايق في البيت ما كانش حد هيلحقك. تاني حاجة انت كل الورم اللي ظاهر على جسمك من بره ده زي جوه اعضاء جسمك من جوه، يعني جسمك كله الرئة ديت، انت الرئة تضخمت فانت اغمى عليكي لما الرئة تثبت. فاحساس مهما وصفه صدقوني انا بقالي 4 سنين التجربة ديت، بس انا مش قادرة انساها تماما. انا لغاية دلوقتي برفض ان ناخد اي حقنة، لو تعبت ورحت للدكتور اخد اي حقنة، ولو خدت برشام افضل برضو قلقانة وابقى متوترة وابقى مش عايزة اخد البرشام
واقف في البلكونة شوية عشان اتنفس، جالي حالة نفسية فعلا من اللي مريت بيه. ففعلا الطفل مش هيعرف يوصف كل اللي انا حكيته دوت، هو مجرد ما بيحصل له كده بيقع بيموت على طول. ربنا يحافظ على اولادنا كلنا يا رب. بس فعلا على قد ما نقدر، على قد ما نقدر نبعد الحقن الفترة دي، لأني مش عارفة موضوع الحقن. هو أنا التجربة دي كانت من 4 سنين، بس الظاهرة ديت يعني إيه بقت أكتر أكتر بكتير، معرفش إيه السبب. على قد ما نقدر ندي ولادنا، لو ندي دواء شرب، أنا يمكن مش متخصصة في المجال دوت، بس إيه عن تجربتي اللي أنا فعلا فعلا الطفل مش هيعرف يوصف لمامته اللي حصل. انا لولا واحده كبيره وواعيه وفاهمه وحسيت ان في حاجه مش صح طلعت اجري. لو انا استنيت، ولو كان حد من اهلي قال لي طب اهدي طب استني من غير ما انا اجري والحق نفسي، انا فعلا ساعتها كنت انتهيت. بس هي دي اراده ربنا اولا واخيرا. بس على قد ما نقدر نخلي الحقن دي اخر حاجه، خليها اخر حاجه تحت طبعا اشراف دكتور. طبعا ياريت نوصل الفيديو دوت، نعمل شير ليه، يمكن نقدر ننقذ طفل ان مامته ما تتهاونش في كل حاجة، مضاد حيوي حقن مضاد حيوي حقن. انا واحدة من الناس كنت كده، دلوقتي ابقى قلقانة جدا وانا بدي ابني طفل او بنتي، وحتى لو عملت لهم اختبار حساسية بفضل قلقانة يا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده. لاني بامانة بامانة بدون مبالغة فعلا انا يعني مت وصحيت تاني، بامانة بمعنى الكلمة انا مت وصحيت تاني. طبعا اشكر ربنا على التجربة ديت، وربنا يحافظ على الجميع ويحافظ على اولادنا يا رب. ويا رب كده اكون قدرت حتى اوصل معلومة يمكن افيد بيها اي حد يعني. وربنا معاكم، سلام.